السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. اتكلمنا كتير في فيديوهات قبل كده عن أدوات خاصة بالإم تي كي. النهاردة معانا أداة خاصة بأجهزة كوالكوم، فيلا بينا على طول نبدأ الشرح. وياريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. يلا بينا. اهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية، والنهاردة هنتعرف على اداة جميلة جدا. اولا الاداة مجانية، حجمها 329 ميجا، اداة مميزة واداة جميلة جدا وهتساعدنا في عمليات كتير جدا هنتعرف عليها مع بعض. طبعا مبدئيا هنحمل الاداة من الرابط اللي تحت الفيديو. بعد ما يتم فك الضغط بطريقة طبيعية، كل اللي بعمله هنا ببدأ افتح الفولدر اللي فيه ملف التثبيت. قبل ما اضغط على التثبيت هروح لملف التكست اللي هسيبهولك تحت الفيديو برضو، وهلاقي كلمة كده بالانجليزي هاخدها كلها كوبي، لازم اخدها قبل ما ابدأ افتح ملف التثبيت. بعدها بروح افتح ملف التثبيت بصورة طبيعية وانتظر لما يجيلي التثبيت. اول خطوة بعملها هنا بضغط نيكست، هيطلب مني كلمة سر، هي الكلمة اللي خدناها كوبي من شوية. وبعدها هنضغط نيكست نيكست نكست على طول، واخرها انستول. وهنبدأ ننتظر ثواني بسيطة جدا لما يبدأ البرنامج بتثبيت الملفات الخاصة بيه، علشان نبدأ نتعرف على المميزات اللي موجودة فيه وهي الامكانيات اللي ممكن اعملها بيه، ونشوف كل التفاصيل الخاصة بالاداة اللي معانا النهاردة. بالشكل ده كده الاداة انتهت من عملية التثبيت. كل اللي بعمله باجي على كلمة فينش واضغط عليها بالشكل ده كده. كده كل الملفات دي ما عادش ليها لازمة، هبدأ اجيبها على جنب كده، وهيبدأ يظهر لي ايقونة البرنامج بالشكل ده. كل اللي هعمله هبدأ افتح الاداة عادي بشكل طبيعي، وننتظر الواجهة الخاصة بالاداة بتاعتنا النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين دي الواجهة الخاصة بالاداة اللي هنتكلم عليها النهاردة. طبعا اول ما الاداة تفتح معانا بالشكل الطبيعي بتظهر معانا بالواجهة اللي حضراتكم شايفينها. كل اللي بيقابلني هنا او القوائم الرئيسية اللي موجودة فيها هي قائمة فلاش وقائمة انلوك وقائمة الاي دي بي وقائمة فاست بوت. طيب لو رحنا على قائمة فلاش، اول حاجة بيظهر لي فيها كوالكوم وميديا تك واكسبري. لو دخلنا على كوالكوم دي اول تفريعة من قائمة فلاش. هقدر اعمل ايه من قائمة كوالكوم؟ هتقدر تعمل فلاش لاي جهاز كوالكوم. مثلا بنبدأ نختار الملفات بتاعت الروم او الفلاشة الرسمية بتاعت الجهاز اللي هنفلشه بصورة طبيعية. زائد انه بيديني خيارات، يعني يقدر نعلم هنا على ارسال بفور فلاش، يعني اعمل فورمات قبل ما تنزل الفلاشة، او اعمل اعادة تشغيل اوتو بعد ما تنتهي من عملية الفلاش. وهنا برضو ميزة جميلة وهي عمل ازالة حساب جوجل اكاونت اثناء تنزيل الفلاشة على الجهاز. ده الجزء الخاص باجهزة او المعالجات كوالكوم. لو رحنا لاجهزة الميديا تيك، طبعا تقدر تعمل فلاش بشكل كامل. احنا في الاول اتفقنا ان دي قائمة فلاش، يعني تقدر تفلش اجهزة كوالكوم وتقدر تفلش اجهزة الام تي كي، زائد شوية خصائص جميلة كده زي الفورمات قبل التفليش او عمل ابجريد الوضع اللي هو الطبيعي بتاع اجهزه الام تي كي اللي هو موجود اصلا في الاس بي فلاش تول. هنروح بعد كده لقائمه سوني اكسبريا، وطبعا القائمه دي مش حد هيستخدمها كتير لان الاجهزه تقريبا واقفه في السوق، فبلاش منها خالص عشان ما نطولش في الفيديو. تاني قائمه هي قائمه انلوك، ودي بقى القوائم المهمه جدا في شغلنا اليومين دول. هنلاقي فيها طبعا كوالكوم وميديا تك واوبو وفيفو وشاومي وباي لودر، وهنتكلم عن كل جزئية فيها بالتفصيل. لو رحنا على قائمة كوالكوم هنلاقي فيها فيكتوري ريسيت، عمل ضبط مصنع، وعندنا هنا ويب داتا اونلي، تقدر تعمل حذف الداتا كلها فقط، تقدر تعمل فورمات داتا، تعمل فورمات للداتا، وتقدر تعمل حذف لحساب جوجل. لو رحنا مثلا لقائمة الام تي كي هتلاقي فيها اكتر من طريقة لعمل انلوك للجهاز، عن طريق وضع الميتا مود،
عندك ادي طريقة اتنين، عندك اربع طرق لعمل انلوك لاجهزة الاوبو او اجهزة الام تي كي عن طريق وضع الميتا، وهنا برضو عندنا فورمات للداتا. طيب بالنسبة لاجهزة اوبو نفس القوائم ونفس التفصيل وكل حاجة، وبالنسبة لاجهزة فيفو نفس الامكانيات ونفس العمليات، وتقريبا هي دي العمليات اللي احنا بنحتاجها في الشغل على الاجهزة دي، انك تقدر تعمل فورمات للداتا او تعمل ازالة لحساب جوجل اكاونت. بالنسبة لاجهزة شاومي هتلاقي الامر هو هو، لكن هيزيد طبعا عندنا مي اكاونت، طبعا دي الاجهزة الحاملة لمعالج الميديا تيك، عندنا فورمات وازالة حساب جوجل وازالة مي اكاونت. واجهزة ريلمي هنلاقي برضو نفس الفكرة الخاصة باجهزة اوبو، وهي الميتا، وتقدر تفرمت الجهاز وتقدر تحذف ال FRB. تعالوا نروح لقائمة ال ADB، وقائمة ال ADB لسه تحت التطوير، وفي التحديثات اللي جاية هتلاقي فيها امكانيات وعمليات كتير جدا. تعالوا نروح للقائمة اللي بعد كده، وهي قائمة الفاست بوت. وقائمة الفاست بوت من اهم القوائم اللي موجودة في اجهزة شاومي واجهزة هواوي، وفيها او العمليات المدعومة في قائمة الفاست بوت هي انلوك للبوتلودر، وطبعا ريلوك للبوتلودر اللي هو فتح البوتلودر وغلق البوتلودر. تقدر تعمل او تحذف حساب FRB لاجهزة اسوس، عندك سيرفر 2 3، وهنا ارسي مي اكاونت تقدر تحذف حساب شاومي بضغطة واحدة وبطريقة سهلة جدا. تقدر كمان تعمل حذف لحساب جوجل FRB بطريقة سهلة. تقدر تعمل شوية ميزات جميلة جدا زي إعادة تشغيل على الوضع الطبيعي، تقدر تعمل إعادة تشغيل على وضع الـ ADL، تقدر تعمل برضو روبوت تاني عن طريق وضع الـ ADL. ده بالنسبة لأجهزة الـ SCBD وعمل حذف الـ FRB، وعندك طبعا فيكتوري ريسيت عن طريق وضع الفاست بوت. في المجمل كده الأداة كويسة جدا جدا، أداة مجانية، أداة هتقدر تقوم لك بشوية عمليات كتار جدا، بالنسبة إنها داعمة لأجهزة كوالكوم، للناس اللي بتواجه التفليش في أجهزة كوالكوم هتساعدك إلى حد ما في تفليش بعض الأجهزة بطريقة آمنة وبطريقة كويسة جدا، زائد إن هتميزك شوية بفورمات للجهاز أو عمل إزالة لحساب جوجل. دي الأداة بتاعتنا النهاردة، أداة جميلة جدا، جربوها واكتبوا لنا رأيكم فيها في التعليقات. وأي مشكلة تواجه أي حد يقدر يكتب لي في التعليقات وبرد على كل الناس. بكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، وياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلكم أي حاجة جديدة بنعملها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.